هاي سيارات المخضر جاي تعبر وما حد مانعها على السريع الدولي بالناصريه، يعني ما مسموح لاي تاجر يقول سعر المخضر ارتفع او شيء بسبب القطع. سيارات المخضر كلها جايين عبرها، اللي داخله للمحافظه واللي خارجه. ملاحظه طبعا، اي سياره مخضر بكل الانواع داخله او خارجه جايين عبرها، والجنازه كذلك جاي تعبر.